خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، استاذنا واساتذه النقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ منور، انت اللي منور دايما. ربنا يخليك. ايضا استاذنا والاستاذ محمد القوس. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ شرف ومنور. ربنا يخليك. سعداء جدا بوجودكم معانا مع الاستاذ عصام. العفو. يعني شرف لي ان انا اكون متواجد معاكم اساسا. لا كابتن، يعني الحمد لله القلوب عند بعضها والاهداف الحمد لله واحده طبعا، وضماير للجمهور المحترم، لانه مزيد من الاحترام بيطفي على الاقل علينا نوع من المصداقيه، والحمد لله يعني. طبعا خليني ابدا مع حضرتك استاذ عصام بليله، اعتقد ان هي ليله سعيده. اكيد. اكيد. ايه رايك في اللي حصل النهارده في الموضوع؟ عايز بس قبل ما نروح لليله السعيده العظيمه دي، كابتن فتحي قال حاجه مهمه قوي. اتفضل. ودمها خفيف قوي ومحترفه جدا. واحنا قاعدين انا والاستاذ محمد، قال ان قانون كره القدم 17 ماده مكتوبه وتاتي الماده 18. كيفية تطبيق 17 ماده؟ دي الماده المانجمنت اللي هي كيف تدير المباراه بال 17، مش بحلق يا جدع وطيب خاطره. يعني كان مهم. هي مش مكتوبه، هو قال ان هي مش مكتوبه. دي يعني هي دي بقى اللي قيل عنها انه هو في مانجمنت. لا لا، هو في بس عشان عداله معصوبه العينين. علشان تطبيق يومي اسبوعي ماتش كل يوم نفس المعايير. بالظبط كده، بالظبط كده. واليوم بقى الجميل ده فاتح نفسنا فعلا، لانه انا ما بعتبرش الاهلي فاز وصعد للنهائي بثلاثه اهداف في المرمى، لا باهداف اخرى كثيره يعني. نعم. كولر تمكن من فريقه فنيا، يعني قدر محاولاتي للفهم بشويه الخبره، تمكن من فريقه ووصل لتجديد ثقافه اللاعبين. نعم. واحنا اتفقنا ان هو اوروبي خالص، لم يعمل في اي مناطق اخرى يعني، وبالتالي استطاع ان هو يبقى حاضر مع لعيبته عند ما فيش حمبوزه لا وبوزه، العشر دقائق زي التسعين دقيقه والا فلا. بيقعد يتكلم بمنتهى الصراحه مع لعيبته، اخرها النهارده مع الشابين الجمال ميسي واحمد نبيل كوكا، وقال لهم او حطهم على تراك مختلف زي ما عمل مع غيرهم قبل كده. ودي هتبقى يعني اهم 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 المكاسب يا كابتن. ليه؟ خلاص كمان موف اللي الراجل بدا بيها شغله، وانه الكره هي الاسرع، وانه اللي معهوش كره هو اللي عنده القدره على فتح منافذ للهجمات الحمراء ومن ثم السيطره، وان انت لما تسيب الكره بتسيبها عشان تجهد منافسك. لا خلاص حط اهدافه، لانه كويس قوي انه في الشهور او الشهر الرابع بدا الجنين بقى يتحرك ويبقى فيه روح، الجنين الكروي الاوروبي الاحمر ده، ومن ثم دي فوائد الحكايه. كمان النهارده لما تلاقي مدير فني اشتغل على التركه بتاعت المفاجات الحقيقيه للمدراء الفنيين كلاس ايه، يعني انت راجل راجع لك زي كهربا، ايه المفاجاه انك تحطه في السكواد وكانه طبعا صفقه جديده؟ حتى هو كان قال له مره وقال لي بيرسي تاو، انا بعتبركم يعني وكاننا جبنا صفقات عظمى يعني. ايه الجديد يعني ان هو يبقى موجود فتلعبه في الدقيقه 50 55 57 59 حسب؟ لكن الشيء الصادم ان منافسك حاطط سيناريو، فانت تروح منديله كهربا المفعم بانه عايز يلعب، عايز يرد للجمهور ولاداره النادي وقفتهم العظيمه دي. متفجر القدرات، ينتظرها في عجاله، هو كان باثث فيه الثقه بقاله فتره. وبيقول له انت اول ما تنتهي اجراءاتك انا محتاجك جدا. وقس على ذلك بقى الجبهه اليمين بقت بتتحرك ازاي، وازاي رجع حسين الشحات اللي كان في العين، مش هقول لك بقى اول ما جه النادي الاهلي، وازاي يعني شفنا محمد هاني يعني في حته تانية خالص، وازاي كمان الراجل راح منزل كريستو وراح منزل خالد وعمل شغل فني في اهم شيء اللي ما كانش حد بيفهم الراجل بيقول ايه لما قال انهيت فكره المساله الدفاعيه، بقى عنده منظومه دفاعيه زي ما يقولوا كده، حائط صواريخ او كذا، ليه؟ اجهازا على اي ما يهدد المرمى الاحمر. مكاسب عديده بالاضافه للصعود لنهائي كاس مصر.